كنرحبوا بكم، كنرحبوا باسئلتكم عبر رقمنا الهاتفي 0522 77 24 24. اليوم غادي نتكلموا على الغده الدرقيه، كيفاش نعرفوا على انه كاين اضطراب في الغده الدرقيه، شنو هي العادات السيئه والاغلاط اللي كتتم ربما في الاستعمال ديال الاعشاب في هذه الحالات. كذلك غادي نشوفوا شنو هي هذه الوصفات العشوائيه، الادويه المستعمله، وشنو هي كذلك الوصفة الآمنة اللي محضر لكم دكتور عماد اليوم. عندكم شهادة، عندكم سؤال، عندكم شي استفسار، مرحبا بكم على رقمنا 0522 77 24 24. على أصوات احنا معكم تل 12، مرحبا بكم، مرحبا بأسئلتكم. دكتور عماد، مني كنتكلموا على مشاكل الغدد وبالضبط الغدة الدرقية عند السيدة، شنو الخلل أو الاضطراب اللي كيوقع في هذه الغدة، وشنو الأهمية ديال الغدة الدرقية في جسم الإنسان؟ واخا باش نقربوا الأخوات أكثر، باش أي وحدة في الأخوات تفهم شنو هي هذه الغدة الدرقية. إذن تخيلوا معايا، الغدة الدرقية هي واحد الفراشة كنحلوها، يعني الجناحين ديالها كنحلوهم وكنحطوهم تحت ما يسمى بالتفاحة ديال آدم، الحلق ديالنا، ديك الكويوره اللي كطلع وتهبط تحت منها كنحطوا ديك الفراشه. اذا ديك الفراشه الا لصقناها تحت هذيك الكويوره، هذيك هي الغده الدرقيه. هذه الغده الدرقيه هذه اللي صغيره، هذه الغده الدرقيه اللي عباره على واحد المكون بسيط عندها دور كبير. اش كدير هذه الغده الدرقيه؟ كتوازن لنا الهرمونات في الدم، كتقاد لنا الدقه ديال القلب، كتقاد لنا المستوى ديال الانسولين في الدم. الا قلنا المستوى ديال الانسولين كنهضروا على السكر. وهذه الغدة الدرقية لا قدر الله مع الوقت كيوقع لها مشاكل، يا إما أشنو كيوقع لها هذوك الهرمونات ديالها، لأنها كتخدم بواحد الهرمونات، هذوك الهرمونات ديالها كيوليو كيتفرزوا بطريقة كبيرة، ما كيبقاوش كيتفرزوا بطريقة منتظمة، إذن هنا كيتنفخ، هنا كنهضروا على القواطخ، أو هذوك الهرمونات كيكونوا ناقصين. إذن إلا هضرنا على القواطخ سي ليبر تيغويديت، يعني الغده الدرقيه كتنتفخ، وكاين الهرمونات ملي كينقصوا هي ليبو تيغويديت. اذا الهرمونات ناقصين، الغده الدرقيه كتبقى كتنقص. وكاين الحاله الثالثه ملي كتنقص اشنا هي؟ انها كتكون عندها علاقه بالمناعه. هذوك العسكر اللي عندنا، ديك المناعه عندنا اللي عندنا لداخل حنايا كتحمينا من المواد الخارجيه، اش كتولي كدير؟ كتولي كتاكلها. اذا هنا ملي كتاكلها كنهضروا على ما يسمى بلو سيندروم داشيموتو. اذا هنا الغده الدرقيه كتولي كتكال وكتولي كتنقص. اذا هادو هما ثلاثه الانواع ديال الامراض ديال الغده الدرقيه. احنا دابا فهمنا كيفاش كنعرفوا بان كاينه الغده الدرقيه، هذا هو السؤال وهذا هو اللي بغينا نهضروا عليه. الغده الدرقيه ما كيشخصها لينا حتى واحد، لا الاخت ديالنا ولا الصديقه ديالنا ولا الجاره ديالنا ولا حتى شي واحد. كيشخصها الطبيب، كنمشيو كياخذ لنا الدم، كيقلب لنا التحاليل، كيشوف الهرمونات ديالنا، ملي كيلقاهم مقادين ديك الساعه كيضر كي 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 هو اللي كيثبت واش كاينه ولا ما كايناش. ثانيا الا في حاله كانت كيكون الطبيب اش كيدير؟ كيجي كيعبر العنق، لان خصو واحد السنتيمترات خاصين للدوره ديال العنق. من بعد شنو كيدير؟ كيمشي وكيعطيك واحد ليكوغرافي، كتمشي كيدير الانسان واحد 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 ليكوغرافي كدار على ديك البلاصه ديال الغده الدرقيه، وتما كيبان واش كاينه ولا ما كايناش. ثالثا الا كانت مثلا لا قدر الله شي انتفاخ ولا شي حاجه، هو كيعطيك او هو كياخذ لك واحد 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 شويه منها وكيدير ليه التحاليل. اذا هنا كنفهموا ان الطبيب هو اللي كيشخص ماشي الانسان. علاش انا قلت لكم هكا؟ لان كاينين حالات ما الانسان الاخت كتبدا تعصب، ما كتبقاش كتصرط مزيان، كتقول لك انا راه فيا الغده الدرقيه، راه جاني القواط. الاخت مثلا ولا عندها مشكل في السريط، كتقول لك انا راه جاني القواط. الاخت مثلا مع كتزيد في الوزن، كيبان ليها واحد البلاصه منفوخه واحد شويه تحت تحت يعني في العنق ديالها، كتقول انا راه جاني القواط. فهذه امور كلها مغلوطه، ان الطبيب هو اللي كيحدد. بعض الاعراض، بعض الاعراض كتبان مثلا اضطرابات ديال النوم، الانسان ما كيبقاش ينعس مزيان، تعرقات في الذات، الانسان كيولي كيعرق بزاف، الارق، ان الانسان ما بقاش كيستحمل، كيكون عنده واحد كيكون جالس حتى كيتعصب بوحدو حتى كيتخربق. فهادو كلهم امور بعض العلامات، ولكن ملي كنمشيو عند الطبيب وكنشرحوا ليه هو اللي كيدير التحاليل، هو اللي كيعرف واش عندنا ولا ما عندناش. هذه من جهه. اذا وغادي نهضروا
على ثلاثه ديال الاطعمه اللي كتبغيهم الغده الدرقيه، فردوا البال في الاخر ديال الحلقه غادي نقولها لكم، كتحماق عليهم وهادو حتى نتوما خصكم تاكلوهم اللي ما عندكمش الغده الدرقيه باش نتوما تحميو راسكم. وغادي نهضروا على مسائل مغلوطه كدار، يعني وصفات وخلطات مغلوطه كدار الغده الدرقيه، وكذلك مواد طبيعيه كدار الغده الدرقيه. وفي الاخر ان شاء الله غادي نعطيو وصفه امنه باش نديروا الوقايه وكمساعده الناس اللي كيعانيو من هذا المشكل ديال الكواطخ، من هذا المشكل ديال الغده الدرقيه. وحنايا طبعا غادي نشوفوا شنو هي اسئلتكم على مشكل ديال الكواطر، على المشكل ديال الغده الدرقيه. واش استعملتوا الاعشاب؟ شنو هي هاد الاعشاب؟ واش استعملتوا وصفه طبيعيه؟ قولوا لينا شنو اللي درتوا فيها وشنو كانت النتيجه باش نعرفوا ونسمعوا من عندكم مستمعاتنا. شنو هي ثلاثه ديال الاطعمه اللي كتبغيها الغده الدرقيه؟ اكيد فاطعمه بسيطه، الاولى هي المكور اللي بزاف ديال الناس ما كندخلوش في الاكل ديالنا، فردوا البال. راه الناس الاسيويين، الناس ديال اوروبا الشرقيه ما كيخطاهمش من الطابله ديالهم المكور. علاش؟ لان فيه الالياف طبيعيه، فيه واحد الالياف كيمشيو كيبقاو في المصارن. شنو كيديروا؟ كيتقلوا لينا الامتصاص ديال السكر. اذا لاحظوا معايا، حتى المكور كينصحوه بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا الريجيم. علاش؟ لان المكور كيتقل لينا الامتصاص ديال السكريات، لان السكريات كل ما تمتصوا بطريقه سريعه كل ما كيطيحوا في الدم، كل ما الدهون كتزاد وكل ما الوزن كيتزاد، ولكن كيتقل لنا امتصاص السكريات، وهنا كيحافظ لنا على الغده الدرقيه ما كتخدمش اكثر من القياس ديالها. ثانيا عندنا الجبن. انا كنزيد ناكد، الجبن من المواد الغنيه بالكالسيوم، وكذلك ان الجبن كيرفع لنا نسبه الفيتامين دي في الدات. علاش؟ لان الجبن كيخلي لنا الكالسيوم كيبقى لينا في المصارن ديالنا وكيلصق فيهم، وهنا كيخلي ان الفيتامين دي يتنتج اكثر. والا قلنا الفيتامين دي وقلنا الكالسيوم، فهنا الاشتغال السليم ديال الغده الدرقيه، انها كتبقى محافظه على القوه ديالها وكتبقى محافظه على الخدمه ديالها، ما كتعياش. وثالثا اهم حاجه هي الحوت، كيف ما بغى يكون الحوت الغني بالبوتاسيوم والغني باش باليود. هاد اليود هذا شنو هو؟ عندنا الطوموبيل الا ما كانش المازوت ما يمكنش تزيد، ولا ليسونس، فليسونس والمازوت ديال الغده الدرقيه هو اليود. اذا الحوت كما بغى يكون هام ومهم لهذا المشكل ديال الغده الدرقيه، وكذلك كوقايه. اذا نعاود، المكور، الجبن، والحوت ضروري يدخلوا لينا في الاكل ديالنا على الاقل جوج ديال المرات في الاسبوع، وهكا كنكونوا كنعطيو وقايه للغده الدرقيه ديالنا، كنحميوها من الكواطخ، كنحميوها من المشاكل ديالها، وكذلك كتساعد الناس اللي كيكونوا كيعانيوا من المشاكل ديال الغده الدرقيه انهم يحافظوا على الصحه ديالهم. معنا على الخط اخواتنا، غادي نسمعوهم. هناك السيدات اللي يلاه عرفوا ان عندهم مشكل الغده الدرقيه او عندهم الكواطر، كاين السيدات اللي عرفوا انهم خصهم يديروا عمليه. طبعا حنايا غادي نشوفوا في هذه الحالات واش كاين الطريقه لانه الاعشاب يتستعملوا او لا، وكانت الا كانت امكانيه شنو هي اضمن طريقه باش السيدات او الناس عموما يستعملوا الاعشاب. معنا عيشه من تطوان، وقبيله قلت لكم الموجه ديال راديو اصوات بتطوان 102.3 عفوا، راه هذيك الموجه ديال طنجه، الموجه ديالنا بتطوان هي 105.9. صباح النور اخت عائشه من تطوان. اختي سعدك، كيف الله يبارك فيك، مرحبا بك على راديو اصوات عائشه، مرحبا بك، اللهم لك الحمد. الله يبارك فيك اختي، بخير منك اسمع صوتك، الله يبارك فيك. صوت كلها في قلبي، وهي الام ديالي، وهي اختي، هي حبيبتي، وهي الحاجه اللي كنبلي في القلب ديالي هي اذاعه اصوات. اخ عماد، اختي سناء، انا عندي لكم طلب. هذه عامين ونص وانا كنتصل بكم، الخط ما غاديش يشد لي، وتبداو معايا مع الاخوان ديالي اللي هي الاخت ديالي في عمرها 45 سنه، والاخت ديالي اللي هي وحده في عمرها 35 سنه، وانا في عمري 28 سنه، اللي هو الاخ ديالنا كيتعدى علينا بزاف بزاف، واللي كيضربنا واللي كيحقرنا قدام الناس وقدام العائله ديالنا، ما كيخلينا نخرجوا ما كيخلينا ندخلوا. وبغيتكم تهزوا كتفكم، واللي كيسمعني يهز ويدعي معنا من اعماق القلب ديالو. اختي سناء، انت ما هي الاعز
أعز ما في القلوب ديالنا كان يزيدون، والإذاعة الأصوات اللي كتبت وكتقيل مشعولها وكنقيلو وكنبات ونسمعوا ليها، وخصني نسمع وخصني نهضر مع إسماعيل وما كيشدليش الخط، ولكن أختي أنا بغيت في آخر الحلقة تكون الإذاعة الأصوات كاملة تدعي معنا وتدعي الكفوف ديالها باش حتى أنا نقول آمين آمين، وحنايا باقي في البيت والبضع ديالنا مجدودة، وبغيتك أختي أنا تدعي من أعماق القلب ديالي يطلق سلاحنا، حيت أنا مقهورة أختي أنا، وما عنديش من أعز اللي هي الأم ديالي والصديقة ديالي والحبيبة ديالي اللي هي إذاعة الأصوات. أنا أختي أنا سرقت غير التليفون وهزيتو باش تهضروا معايا ونهضر معاكم باش نسجل اللي في القلب ديالي ونقول لك الشيء اللي عندي، ولكن أختي أنا عندي ملف طويل بزاف وما نقدرش نساله في النهار، ولكن أختي أنا بغيت الدكتور عماد متينة تدعو معايا ومع الإخوان ديالي، الله يعطيكم ما تمنيتوا والله يخليكم منا دائما. أمين يا رب العالمين. عائشة في الحقيقة يعني أنا مقبلة وأنا كنت صنت لك ما نخفيش عليك على أنه هذه مكالمة اللي كتفاجئنا هذا الصباح، ولكن بداية طبعا أنا ودكتور عماد كتعرفونا وكيف كتسمعونا كل صباح، احنا هكذاك يعني قلوبنا مفتوحة وقلوبنا قريبة وقلوبنا صادقة، فبداية طبعا كندعيو معك بالخير، كندعيو معاك بالسكينة بالسعادة انت والأختين ديالك على حسب ما فهمت أنكم ثلاثة الأخوات، ولكن في هذه الحالات ربما انت كتعرفيني الصدق ديالي كيخوني في هذه الحالات. أنا بغيت نقول لك عائشة مادام انت قصدتينا شخصيا وقصدتي أسرة أصوات، إلا كاينه مساعدة اللي ممكن نقدموها لك، فإلا عندك طلب اللي نقدر نقول لك أنه أنت تقدري تعولي علينا، واش اليوم هذه الحالة اللي كتعيشوها في الأسرة ديالكم يعني واش أنتم باغين تهرسوا هذه العزلة اللي أنتم عايشينها، وعلى حسب ما فهمنا اللي فارضها عليكم الأخ ديالكم؟ أختي سعنا فارض علينا شد علينا الدم، ما كنخرجوا ما كندخلوا، ولا خرجت شي اختي او انا كيقول شي واحد كيشوف فيكم شي واحد كيهضر معكم دخلوا بحالكم، وحاليا دابا الباب علينا حنا الداخل، الراديو غير سرقناه من الناس وعندنا مخبع باش ما يشوفوش، اختي شريت الراديو هرسونا، التليفون شريتو انا هرسوا لي، ما عندناش فين نسمع الاصوات، واصوات هي الام ديالي وهي الام الاخت ديالي، وماما كبيره في السن كتعيا تدعي معاه باش يرجع من الطريق، ما بغاش يرجع من الطريق، والاخ ديالي هي حسره يعني قرا العين وقرا، وانما احنا ما عرفناش علاش دخل معنا هذا الشيء كامل وحصرنا ما نخرجوا ما ندخلوا، وانا بغيت اختي سناء تذكروا فيكم انتينا والدكتور عماد والاذاعه الاصوات كامله واللي كيسمعني، بغيت الناس كاملين اللي كيسمعوني يهزوا كفوفهم. أمين أمين. يعني إحنا دعواتنا ما تقدر تكون إلا بالخير، إلا بال يعني بالفكاك من هذا الحصار ومن هذا العزلة ليك عيشة لكل الأخوات وأيضا الأخ، لأنه إحنا يا بتجربة ديالنا أكيد أنه الأخ ديالكم راه ما غيكون شيء سعيد هو بهذا الحصار اللي هو كيمارس عليكم. طيب أنا اللي غادي نقترح عليك هو غادي نطلب من مخرج جنة عبد الرحيم حبيش طبعا انه غادي ياخذ الرقم الهاتفي ديالك، ياك علاش؟ لانه حنايا خارج اطار المباشر غادي نعطي الرقم ديالك لاسماعيل اروي المنشط والاذاعي المتميز ديالنا اللي كتلتقيو به يوميا من خلال برنامج الناجح بقلب مفتوح كل ليله على راديو اصوات مع التسعود ديال الليل، برنامج اللي الهدف ديالو انه فعلا يفك هذا الحصار ويفك هذه العزله على كل واحد، البرنامج اللي كيسمع القصص ديال كل واحد، وتا واحد ما كيبقى مازال يقول انه بوحده، لانه الحمد لله اليوم اصوات قريبه من كل واحد فيكم. هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه انه ممكن حنايا نتابعوا معكم هذا الملف ديالكم ايضا من خلال الاستاذ والاطار ديالنا اللي ما كاينش منه مثيلين، الدكتور ديالنا محمد جمال معتوق اللي تا هو ما غاديش يتوخر إلا كاين أي وجه وأي شكل من المساعدة اللي ممكن يقدمها لكم، مساعدة قانونية، مساعدة في الاستشارة، مساعدة ديال أش ممكن تديروا باش قانونيا وبشكل يعني مسؤول إلا بغيتوا أنتم
بثلاثة ديال البنات، راكم تبارك الله عندكم كلكم السن القانوني، تخرجوا من هاد العزلة ومن هاد الحصار اللي كتعيشوا فيه. فحنايا يعني اتصلتي بينا، كوني متأكدة أنه غادي تلقينا بجنبك، وأي حاجة ممكن نقدموها لك في الإطار القانوني والإطار اللي هو مسؤول، وغادي يخليكم إن شاء الله تكونوا سواء سعيدة وتكونوا عايشين في الطمئنان وفي السكينة وفي الاستقرار، ما غاديش يتوخروا فيه. دكتور عماد، شنو تقول لعائشة لأنها كطلب منا الدعاء، والدعاء في حالات بحال هذه بتجربتي المتواضعة ولكن بتجربتي الطويلة في المجال الإذاعة وفي المجال الإعلامي، تعلمت أنه الدعاء هو أول خطوة، ولكن من بعد العمل. أكيد. ربي كيطلب منا نسعاو انه نعملوا باش نغيروا واحد الوضعيه. شنو تقول الاخت عائشه؟ ف ما غاديش نقول الله يفك صراحكم، ولكن غنقول الله يتاوي خاوتكم، الله يهدي الاخ ديالكم، لان يقدر يكون هذا الاخ حنا كنهربوا من واحد المساله، انه كان يكون كيعاني من شي حاجه نفسيه، يكون هذا الاخ عنده واحد الطريقه، حيت كاين واحد الحب بهذا النوع هذا، ان الانسان كيحب ولكن كيوصل لواحد الحاله مرضيه. فالله يتاوي خاوتكم، الله يهدي هذا الاخ ديالكم على عليكم، والله يسر لكم الامور ديالكم، واللي فيها الخير الله يجيبها. الدعوه زوينه كتعجبني، انا كنت كتعطيها الجده ديالي، اللي فيها الخير الله يجيبها والله يسهلها، عسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم. الله انسان ما كيعرفش شنو الله مخبي ليه، والرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لو اطلعتم على الغيب لوجدتم ما فعل ربكم خيرا. اذا نطلبوا من الله سبحانه وتعالى، وهما الاخوات كلهم انا عارفهم بين رهزين يديهم، الله يسر لكم الامر، والله يسهل عليكم الضيقه ديالكم، والله يسهلها على كل اخت وعلى كل اخ كيسمع لينا يا رب. امين. وحنا رب العالمين. انا كل اخت كتعيش في هذه المحنه، وكل اخت راه انا خوكم، ياك انا عيطتي ليا فانا معاكم بقلبي، وانا اعتبروني اخ ديالكم كاملين. فاي حاجه، اي حاجه تقلت عليكم، واي حاجه في المستطاع ديالي انا من جهتي انا، فمرحبا باي حاجه ديالكم، اي حاجه ما عنديش المشكل فيها. وحنا يا بجنبك عائشة غادي إن شاء الله نتابعوا الحالة ديال الأخت عائشة على راديو أصوات في برنامج بقلب مفتوح رفقة إسماعيل، وكذلك في برنامج كاين الحل مع دكتور معتوق ورفقة الأخت فوزية تريعي. إحنا يا دائما معكم مباشرة في حديث ومغزل مع سناء الزعيم، موضوعنا اليوم دكتور عماد، غادي نقفلوا القوس لأنه موضوعنا هو الغدة الدرقية، حالة إنسانية ونداء من القلب اللي وصلنا، طبعا اكيد غيكون وصل لقلوبكم ايضا، ولكن غادي نرجعوا لمكالمات المستمعات اللي معنا على الخط. معنا وفاء من مراكش، وغادي ناخذوا ايضا وداد من الرباط. صباح النور وفاء. السلام عليكم. وعليكم السلام اخت وفاء. الحمد لله، الله يبارك فيك دكتور عماد. الله يبارك فيك اختي. نعم اثرت فينا هذه البنت بزاف، والله يدير لها شي طويت الخير، هذا اللي عندي ما نقول لها. امين يا رب العالمين. الله يدير لها شي طويت الخير، وما كاينش اختي شي خو اللي غادي يسد على خواتاته الا ما كانش مريض ولا مسكين وقع عليه شي حاجه، والله يدير لها شي طويت الخير هي خواتاته. امين امين يا رب العالمين. عندي واحد جوج اسئله الله يعطيك الصحه. مرحبا، وموضوعنا على الغده الدرقيه، الظاهر عندك الغده الدرقيه وفاء. عندي اختي الام ديالي في الليل كتبقى تشخر بزاف، ودابا ملي كتهضري ولا هي كتحبي كتفيق وما كتنعسش بالليل، وهذيك العرقه اللي قال الدكتور عماد كتجيها بحال دابا تتكون مغطيه حتى تتلوح عليها المانطا ولا سميتو، وكتقول لك بحال الا كتقفل على شي حاجه في الحلق ديالها، ملي كتكون تتشخر قالت لك ملي تكون تتنفس بحال كتقفل على شي حاجه في الحلق ديالها. وعندي سؤال، الله يجازيك بخير اخويا عماد. مرحبا. انا حامله دابا وعندي 3 شهور وما بليش بو بزاف وجهي. نعم. واخ، اذا حامله بالنسبه للحبوب، بالنسبة للأخوات الحواميل غادي ياخذوا الزيت ديال الخروع كيدفيوها كيديروها في القطن وكيدهنوا فيها البلاصة اللي فيها الحبوب، كيخليوها نص ساعة وكيغسلوها. هذه كانت بين قوسين. بالنسبة للأم ديالك أنها كتشخر وعندها تعرق وعندها الحلق ديالها ما كتصرتش، فهنا ما يمكنناش نحددوا واش غدة درقية. إلا ركزتوا معايا مزيان قلت لكم الطبيب ملي كيدير تحاليل ديال الدم وكيدير تشخيص كيعرف واش كاين الغده الدرقيه ولا ما كايناش، غير هو النعاس. علاش هي عندها النعاس متوتر؟ لانها ملي كتكون كتشخر ما كيكونش عندها واحد النوم عميق، يعني ما كتنعش الساعات ديالها الكافيه وكتكون باقا فايقه. فهنا النصيحه اللي كنصحك ان الام ديالك ضروري انك ديها عند واحد الاختصاصي
اللي غيدير لها التحاليل وغادي يشخص لها ديك الساعه المشكل فين كاين. غادي ناخذوا اخت وداد معنا من الرباط. وداد صباح النور، مرحبا بك على راديو اصوات. صباح النور اخت سناء، صباح مبروك. صباح النور اخت الدكتور عماد. صباح النور اختي. دكتور عفاك، بغيت نسولك. انا درت ديغنييغمون درت واحد ليكوغرافي على الكواط على لا تيغويد، ولقيت لكم عندي كواط موديري ومنفوخ منفوخه من لا بارتي دروات. نعم. ولقاو عندي فيها التهاب. منين درت هرمون ديال الدم عندي مقاد، ولكن دابا ما كنقدرش نفوت واحد النيفو في الغوات. فوق كنغوت شويه صافي كنتبح. نعم. كنحس بحال كنجيف. فالهرمونات راه كاين تحليله ديال الهرمونات وكاين تحليله ديال المضادات الحيويه لي زونتي بيروكسيداز. واش درتي هذه التحليله؟ هذه درت تحليلات كاملين مقادين من غير هاد ليكوغرافي اللي خرجت ليا، ماشي هذيك. اكيد. وخرج لك الدواء، عطاك الطبيب بلا ليفوتيروكسين؟ عطاتني غير مضاد للالتهاب وصافي. مضاد للالتهاب، ولكن بقى لحد الان اون فوا كنغوت صافي كنجيف. فالحمد لله، الحمد لله انك ما وصلتيش للدرجه ديال ان الغده الدرقيه تقاست. هنا غير واحد الالتهاب بسيط. علاش عطاتك مضادات الالتهاب؟ باش تحاول تجبر ديك الغده الدرقيه. غير هنا العلاج ديالك انت شنو هو؟ هو الراحه. هذيك شي حيت فهمنا كتوتري كتعصبي. انا كنحس بك كتعصبي، كاينه ولا ما كايناش؟ كنتعصب. اذا الدواء ديالك هو الراحه، ترتاحي، ما تضربيش مع الصوت ديالك. واش الصوت ديالك انت غادي تمشي تغني به؟ لا لا، الصوت ديالك تحافظي عليه، تبقي غاديه بشويه. هضري على قد الصوت ديالك وارتاحي، ارتاحي. الراحه هي اهم حاجه، وخوي راسك وان شاء الله غادي تلقاي الراحه اختي. عرفتي علاش؟ لان الا بقيتي كتقلي على الغده الدرقيه غادي تحول المشكل مرضي. صافي تفهمنا؟ الله يفرجك. ما يكون عندك باس اخت وداد. للاسف ما غاديش نقدروا ناخذوا سؤال اخر، غادي ناخذوا ليلى معنا من ايتم اللول. السلام عليكم ليلى. الو، السلام عليكم ليلى، مرحبا بك. شنو سؤالك على الغده الدرقيه او الكواتر للدكتور عماد؟ مرحبا. مرحبا، تبارك الله عليك، اهلا وسهلا. مرحبا بك على راديو اصوات. تبارك الله عليك، الله يحفظك. اولا اختي بغيت نهضر على الغده الدرقيه على حساب مرات خويا. غير باختصار ليلى، الله يخليك لنا الوقت كيدركنا، باختصار شنو سؤالك؟ باختصار ان عندها دارت ليكوغرافي ودارت تحاليل ودارت كلشي عندها مزيان. ليكوغرافي قالوا لها عندك اربعه، وقال لها باش تعمل، عطاها الدواء ثلاثه في النهار كتاخذ الفانيد، وقال لها باش ديري العمليه، ولكن العمليه هي خافت منها. نعم، واخا واخا دكتور، الله يعطيك الخير. نعم. اذا بالنسبه للمشكل ديال العمليه، بزاف ديال الناس كتخوف منه. المشكل ديال العمليه ديال الكواطخ كتم بطريقه بسيطه. راه كديروا هذيك الساعه، كتخرجوا ديك الساعه وما فيهاش الاعراض الجانبيه. العار الخطر فين كاين؟ الا خلينا هذيك الغده الدرقيه كتنفخ وداك الكواطخ كيزيد، تما هذاك هو المشكل. فالعمليه ما تخافش منها، كدار العمليه كتعطى بعض الادويه والانسان كيرجع للحاله الطبيعيه ديالو. هادي كنقولها للناس العاديين. وكذلك حتى كاينين الناس عندهم مشكل ديال السرطان في الغده الدرقيه. راه السرطان في الغده الدرقيه كيتعالج، دابا كيتعالج في بلادنا. اذا ما تخافوش من هاد الامور هادي. عندنا كذلك الاخت اكرام اللي كتصل من مدينه بروكسل من بلجيكا، وكتقول لك انها محيده الغده الدرقيه. واش ممكن تستعمل الاعشاب؟ وبالنسبة للعيا شنو ممكن تدير؟ نعم. واش هناك وصفة اللي تحيد هذا الإحساس بالتعب؟ أكيد. فالوصفة اللي غادي نعطي غادي تكون كتعطي كترفع المناعة وكتحيد التعب. إذا ضروري الهرمونات يتشربوا، لأن كيخرجوا واحد الهرمونات ديال الغدة الدرقية اللي كيتخادوا، كاين اللي كياخذهم واحد المدة قليلة وكاين اللي كياخذهم حياته كاملة. فما نخافوش منهم، هذوك الهرمونات ما فيهمش أعراض جانبية. دابا السيدات اللي كيلقاو هذا الشيء عندهم الكواتر ما خصهمش يديروا العشوب. العشوب ما نستعملوش. الناس بزاف كتستعمل حب رشاد، كتستعمل بعض الخلطات بحال الدغموس، كتستعمل عشوب اللي كتكون حاره، فهنا نتفاداوهم. كاينه مجموعه ديال الاعشاب اللي هي كتحسب واحد 30 ولا 40 عشبه، هي اللي كتستعمل هذا المشكل ديال الغده الدرقيه. واللي منهم غادي نعطيو هذه الوصفه اللي غتستعملوها فقط، ما نزيدوش وما نقصوش، وكذلك ما نحاولوش ناخذوا شي عشبه اخرى من غير هادو اللي غادي نعطي في هذه الوصفه هذه. اذا الوصفه اللي غادي ناخذوا، غادي ناخذوا فيها القرقع، والقرقع عنده
قوة هائلة في هذه المشاكل ديال الغدة الدرقية، وهذه الوصفة كذلك ناخذوها كوقاية باش نحميو راسنا باش ما يجيناش القواطق. إذن رابعة ديال القرقع النعناع ملقم، الزريعة ديال الحبق، والزريعة ديال البسباس غناخذو منهم معلقة صغيرة من كل حاجة. إذن نعاود، رابعة ديال القرقع معلقة صغيرة من النعناع ملقم، من الزريعة ديال الحبق، ومن الزريعة ديال البسباس، وكنخلطوهم مع رابعة ديال العسل الحر. إذن كيتخلطوا، العسل الحر يكون غير ديال النحل كما بغى يكون وكما بغى يكون الثمن ديالو. كنخلطوا هذا الخليط كامل، كناخذوا معلقة صغيرة في الصباح ومعلقة صغيرة في الليل، وكنبقاو مداومين عليها على الأقل واحد المدة ديال 6 شهور، وإن شاء الله في شهرين الأولى في 3 شهور الأولى كتولي كتبان النتيجة. والأخوات اللي محيدين الغدة وكيستعملوا الهرمونات يتبعوهم ويكملوهم، وكذلك اللي كياخذ شي دواء كذلك يتبعوا ويكملوا، فهذا كمكمل وكمقوي. الوقاية كتبقى خير من العلاج، شنو هي الأمور اللي خاص السيدة تركز عليها باش ما يجيهاش هذا المشكل ديال القوادر؟ فالتغذية خاصها تكون تغذية سليمة، يعني ناخذوا الشلاضة، ناخذوا الخضرة، نكثروا منها، نكثروا من المواد اللي كتكون خضراء بزاف لأنها فيها مواد اللي كتحي الغدة الدرقية، والحوت اللي قلنا فيه المازوت او ليسانس ديال الغده الدرقيه اللي هو اليود، فنكثروا منه كذلك كنحميو راسنا من هذه المشكلات. شكرا لك كثير دكتور عماد، هذه الوصفه غادي تلقاوها دائما عبر صفحتنا الرسميه الاصليه سناء الزعيم اصوات، وايضا تسجيل الحلقه كامله على البوابه ديالنا راديو اصوات نقطه ام ا. غدا ان شاء الله لقائنا يتجدد ابتداء من 10 مباشره على اذاعتكم المفضله راديو اصوات، حصه جميله ان شاء الله غادي نقدموا لكم فيها شهيوات، ثم لقائنا يتجدد مع خبيره الجميل والمكياج صفاء بوجناح، كيفاش ممكن للسيده تكون جميلة في الحياة اليومية ديالها بنصائح اللي ما غاديش تكون مكلفة ورخيصة في المتناول. تابعونا دائما على راديو أصوات بعد لحظات برنامجكم لكل أسرة اللي غادي تقدموا لكم هجر بن شرفي. كنتمنى لكم بقية يوم ممتع رفقة برامجنا طبعا على راديو أصوات، بقوا بألف خير. قدم لكم هذا البرنامج من طرف مسحوق الكف الجديد للصبين باليد.